اسمع بس هناك بس مش على الكاميرا ولا على الضوء. هاي جايز كيفكم؟ شو اخباركم؟ And welcome back to my channel. وين عم تطلعي فوق ولا على الكاميرا؟ فوق. اليوم في عندي جاست. مش هعيدها. والله ما اعيدها على فكرة. دينا الشريف. جايز واليوم اوكي خلص اليوم عندي لكم a very very fun very messy very wet video اللي هو try not to make me laugh challenge. Is it the try not to laugh challenge twist التويست انه ححط مي بتمها واذا she's gonna try to هي حتحاول تضحكني واذا ضحكت حبذب وجهها. جاهزة تنبلي؟ جاهزة. هاي بدها اوكي يلا يلا يلا. لين ما بلشتها؟ مستعدة نفسيا. طلعت عليكي ام لايك اي. اول نكتة، وحدة راحت لمناسبة خاصة وعند المدخل وقفتها الموظفة وقالت الدخول بدعمة. قالت لها الله يسعد الدنيا واخرة. يقولون الموظفة حتى وهي نايمة تضحك. مرة كان في بالونتين بالصحراء عم بيطيروا، فواحدة بالونة بتقول للثانية انتبهي انتبهي كاكتوس. أهبل سألوه ايش أحلى صدفة بحياتك؟ أمي وأبوي يتزوجوا بنفس اليوم. أهبل راح على الإمارات قالهم طالما عندكم شيخ زايد اعطونا واحد. واحد لئيم فتح معمل حلو فجاب موظفين كلهم عندهم سكري عشان ما ياكلوا من حلو. ليان. واحد غبي تقدم لبنت يخطبها قالت له انا اسفه مش قادره ارتبط فيك عشان جواتي جوايا شخص ثاني. قالها بلاش فلسفه بقى قولي انك حامل. مرة زازة شربت مي مغلية بيضة بيضة مسلوقة. حشش راح الدكتور بيقول له انه انا مشكلتي بشوف المشكلة قبل ما تصير. بيقول له امتى شفت هاي المشكلة؟ قال الخميس الجاي. اوكي واحد مرته خلفت بعد 3 شهور من زواجهم فاصحابه بيقولوا له انه كيف خلفت بعد 3 شهور؟ بيقول له اه بلشنا حساد. ليان انت خسرانة. عادي عادي عادي. مين حاطط في الشلل هون؟ استاذ سأل تلميذ ليش البحر الاسود اسمه البحر الاسود؟ قال له لانه زعلان على البحر الميت. اخطبوط شاف صاحبته زعلانة فقالها اعطيني ايدك اعطيني ايدك اعطيني ايدك اعطيني. تليفوني. مرة امريكان اقتحموا سوبر ماركت لواحد هندي فاجوا عنده بقول له انت عندك اسير امريكي؟ بقول له لا بدي عندي اسير. حلوة حلوة. اوكي جايز بتمنى انه انبسطتوا بهذا الفيديو، واذا انبسطتوا ما تنسوا تعملوا كومنت شير لايك اند سبسكرايب تو ماي يوتيوب شانل اند تو دينا's يوتيوب شانل. باي جايز باي جايز.